وإذا أنا بامرأة قد خرجت من الحبس وهي تنادي فتركني ورجع إليها فحققت عنها، قيل لي هي عمته زينب وهي تقول لح إلى أين تمضي يا قرة عيني. على الدهر شتت شملنا، لسان حال زينب والآلام والمصائب التي وردت عليها وعلى بنات رسول الله. أنا شتت شملنا وخلى الدم غسل عجزوها وما غلنا. اريد انخى وانا عاد بدمع سكا ابويا البنجي يفدح هاي الابواب وقل له جاترضى بين الجناب، والله بين الاجناب تخلينا اسارى يا ابو الحسنين، وانت الما ترد نخوتي اللي ينخاك اريدك تعتني وسيفك بيمناك، واريد امي يا ابو يجي بها وياك. نعم نعم تريد فاطمة أمها تأتي وتنظر إلى تلك الويلات التي تقع عليهن. وريد أمه يا أبوها ويجيبها وياك، والله وتشوف شلون بيان فرق البيان، وتشوف شلون بيان فرق البيان. وداري يا إخوة تعلم بحالي، وداري أدافع عن يتامكم، وداري أميد يا ريارها تضوي يا تضوي أخوتي، وداري يا اخوتي بعدك ومضلت خلية يا والله بعدك ومضلت خلية. ادرك تراتك ايها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك ونتوجه إليك يا الله أن تكشف السوء عنا وتفرج عنا، وأن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج وليك صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه إلى أرواح من مات على الإيمان.
رحم الله من يقرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.